غسان و لا بأس لا بأس لا بأس، ليست مشكلة أن نكتب كلمة تشترك فيها المجموعات كلها، لا بأس. إذن عندنا غسان، عندنا كلمة غسان آخرها ألف ونون، هذه اسمك يا غسان يصلح على الوزن والقافية. نعم يا خور، ماذا أيضا عندك؟ ناس لا تصلح، آخرها ألف وسين. إنسان كتبناها. زمان موجودة. منان موجودة. الرحمن موجودة. نعم فقط. إذا أضفتم كلمة واحدة هي غسان. نسمع من هنا. نعم يا مسرة. نعم ماذا كتبتم؟ الرحمن. المنان. نسمع. نعم الألوان. الحنان موجودة. الحنان غسان. نعم نعم نعم. سكان، هذه جديدة، أضفتم كلمة سكان، أضفتم كلمة سكان. نعم آخرها ألف ونون، تصلح للقافية والوزن. ماذا أيضا؟ إنسان. زمان. جريان. إذا كتبتم جريان وسكان، هذه هي إضافتكم. نعم شكرا. ننتقل إلى المجموعة الأخرى. نعم نعم. اسمك؟ منار. نعم يا منار، ماذا كتبتم؟ رمان. كتبتم رمان، هذه جديدة لم نذكرها من قبل. لا لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس يا غسان، لا بأس. هذه المجموعة قد لا تعرض بسبب أنها واقفة. اجلسوا، إذا لم تجلسوا لن تعرضوا. نعم نعم. الزمان كتبناها، وغسان كتبناها، وألوان، وحسان. حسان جديدة، هذه أيضا جديدة. مايا ماذا؟ سليمان وحسان وألمان والداني، جميل. إذا كتبتم سليمان وحسان والدان، كتبتم الدان وحسان وسليمان ورمان، وكتبتم غسان. وكتبتم غسان. إذا خمس كلمات جديدة أضفتموها، هذه المجموعة أضافت خمس كلمات جديدة، وهذا جميل. نعم نستمع إليك يا أزهر، ماذا عندك؟ العنوان. نعم آخرها ألف ونون. ماذا أيضا؟ الإنسان كتبناها. ماذا أيضا؟ نعم أسنان. إذا عندكم عنوان وأسنان. نسمع الحنان والمنان وغسان وبإحسان وجريان وبأمان، جميل يا الأزهر. إذا كتبنا الإضافة لمجموعة علي والأزهر وسارة، سنجد عندهم كلمة أسنان. زيك يا أماني، عاملة إيه؟ مجموعات. وسنجد عندهم كلمة أمان. هل كتبنا أمان؟ بأمان. نعم. وعندهم كتبوا كلمة جريان، وعندهم كلمة عنوان. أزهر لم تكتبوا عنوان؟ لا لم تكتبوا عنوان، اكتبها لكي أضيفها، قلتها فقط. نعم نعم يا أحمد. حنان موجودة.
غسان هذه جديدة، نعم بإحسان، نعم.